البداية لازم نتعرف على منشأ الفاعلين من أي مكان وبأي حي موجودين بسرعة. كيف سيدي؟ بتبلغوا كل رؤساء المخافر لاجتماع طارئ بكرة الصبح. حاضر سيدي. مع السلامة. احترامي. انزل وبان عليك الامان. جوعان وميت من جوعي يا مو. ما عاش الجوع تقبر قلبي. انزل بدل اوعيك وغسل وشك بكون حضرت لك الغداء. لك الله يخلي لي اياك يا احلى ام بهالدنيا كلها. ما قلت لي يا مو شو صار معك؟ كم حلم بشعيري؟ لا لك يا مو هذا سؤال بينسأل. اي روح لك هلا لك شي قرنه وتخبى فيه قبل ما يشرفوا الضيوف. أنا ضيوف؟ حبيبات قلبك. ايه شو هالحكي يا ماجد افندي؟ معقول؟ مثل ما سمعت يا ابو طالب، انا لما تبلغت الخبر سكرت سماعه التليفون وجيت لعندك. وما نعرف مين هالنمر ابن النمر اللي عمل العمله من النحاره؟ لحد هلا ما عرفوا مين، بس حسب اللهجه اللي حكوا فيها معي من الحاكميه، الجماعه مصممين انه الليله بدهم يعرفوا مين هو. وصاير نفير عام قطعات الجيش ومخافر الشام. يا سلام. شو والله بطايا؟ لك شو هالجرأة هي؟ هذا اللي محير الجميع ومخليهم ينطوا ما يحطوا. لازم يحتاروا ماجد افندي، لأنه محاولة خطيفة الحاكم العسكري بذات نفسها شغلة كبيرة كتير، وأول مرة بتحصل من لما إجا الفرنسي لحد هلا. مشان هيك قلت لحالي إجي خبرك حتى تاخد حذرك أنت ورجالك، لأنه ما بستبعد بأي لحظة يدهموا البيوت ويعفطوا العالم على أبو جناب. ولا يهمك ماجد افندي. كثر الله خيرك. أنا عملت اللي علي، هلا بتسمح لي؟ لا يا ماجد أفندي، لسه ما طيفناك. لا يا أبو طالب، شو أنا جاي جربك؟ بس أنت بتعرف في ظرف، المخفر ما بندريك. من هالناحية معك حق. خلصنا ابو العباس، خلصنا بقى روح شوي وما بدنا من العباس اشتلي. بيعز علي فراوي يا طلال، عارف كان رفيقي ومن ريحة المرحوم اخي الله يرحمه. الله يرحم ترابه. وشو كان مشتاق لطلعت محسن من الاسر؟ لك ورحمة الغوالي، لا راح اهدى ولا راح كن غير لطلع محسن وكل الاسرى من زون الفرنساوي وهي شواربي. يا ابو الاخير روحك انت قد وقدود ابو العباس. روح اخي روح. شريف عندك لوك؟ يا ستي من وين صوت كل الأقراص والطخطخة؟ لك منين بده يكون يعني؟ باين من الحارة لأنه الصوت شح وقريب كتير. الله يجيب العواقب سليمة. قولي على طولي عمك حمزة لهلأ ما رجع، أحلى يصير معه شي كاينة. لا أيوه قولي على قلبي عليه، إن شاء الله ما بصير معه شي. أنت هدي حالك ولا تفوري قلبك. لك شلون ما فور قلبي وشلون ما أغلي إذا كان ابني برات البيت والرصاص بالحارة مثل زق المطر إلي شلون؟ يا خالتي أمان الشام طلع شوفي المحسن شو بدها طلعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلب الله يا مال الشام. اجيت خالتي ام محسن اجيت. ايه خالتي تقبريني شو هالطخطخة اللي برا؟ والله عيني علمك يا خالتي بس شكله صاير طرش كتير كبيرة بالحارة. فضائل الله والنبي. ان شاء الله خير خالتي ان شاء الله خير. خالتي بدي اسألك عمك حمزة بالبيت ولا لا؟ لا والله ما له بالبيت وتيتي ناطة وحاطة المسكينة. تقبريني كنت بدي اسألك اجاكم شي خبر عن محسن ابني؟ عمي حمزة ما عم يترك وسيلة ليجيب لك اخبار عنه، وعلى طول بيقلنا قربت طلعته وقربت طلعته. تفرج ان شاء الله. اخ متمنية اشوفه قبل ما اموت وكحل عيوني فيه.
والله الضنا غالي، الضنا غالي تقبريني. إن شاء الله بتشوفيه وبتشوفي أولاد ولاده كمان، طولي بالك. آه على ما يا زمائي. طب تقبريني، قومي تعي لعنا إذا متوغوشة أو خايفة، منا متسلى مع بعض ومنا بتغيري جو. لا تقبريني، ماني متوغوشة ولا لي خايفة، بس هيك قلت لحالي بركي باخذ لي شي خبر عن ابني محسن بطمن بابي. الله كريم خالتي، الله كريم. لا إله إلا الله. يلا عن إذنك. الله معك تقبريني، بس إذا عرفتي لي شو قصة هالطقطقة هاي خبروني تقبريني، بركي بيهدى بابي شوي. أكيد خالتي أكيد، إن شاء الله خير. سلمي لي على ستك أم عباس تقبريني. طالب افتح. عمي يا طالب شرف يا بي. بعدين بعدين غير وعيك وبروم عرجان انه يناموا برات الحارة الليلة. ليش غير شو صاير عمي؟ واحد زبرته وبطايم حاول يخطف الحاكم العسكري وقايمة لقيامة وجاهز لفرنساوي يلموا الخلايق على ابو شنام. يا الطاف الله عجل امرك. لك شلون؟ شلون اثنين كل واحد قد الفصحون بيهربوا من ايديكم وانتم كل واحد قد البغل؟ ولك شلون؟ ما بعرف والله يا سيدي، فسم الحداب. ولك شو فسم الحداب؟ ها؟ لازم القيتوا القبض عليهم لانه هدول بيزولون العلاقه بخطف الحاكم العسكري. حاولنا يا سيدي وضلينا منحينهم خطوه بخطوه، بالاخير انت معقول لحضرتك فسم الحداب؟ شوفوا لك قسما بعزه الله عيونك ببلوصه، شوفوا لك حمار بدك تخلقهم مثل ما الله خلاك، لانه هدول اثنين بجوزوا العلاقه بخطف الحاكم العسكري، فهمتوا لك حمار؟ هلا ما صار شيء يا سيدي، مستعد داهم الحاره بنص الليل بجيب لك اياهم. لك شو هالحمار هاد؟ لك انت منين بيجي بالزكا؟ منين بيجي بالزكا؟ معقول نحن نداهم بيوت الحاره بنصاص الليالي ما بكفي صوفتنا حمراء؟ ولك معقول؟ يلي بتشوفه سيدي. اسمعوا لك حمار، بتخلي العساكر بالحاره عم تنغوا النغل، مفهوم؟ مفهوم؟ حاضر سيدي. يلا طلع. شو هالحمار هاد؟ رح يجلطني. معقول يكونوا ولاد الإمارية عاملين هالعملة؟ بجوز. يا مو يا مو، هذا أنت؟ يا مو ليش بقياني هلا بأرض الدياب؟ لأني عم بستناك وقلبي عليك مثل النار. وينك لك امي؟ وينك لقيامي؟ قايمة بالحارة على قواص وطقطقة، قمت خفت يا امي. صوت القواص بيكون حدا من اهالي الحارة متشاكل هو والفرنساوي، تعودنا على هيدي الدباجة، ما في داعي تفوري قلبك. شلون ما فور قلبي وانا ومال الشام لحالنا بالبيت؟ يوم قلت لك القواص بالحارة مثل زق المطر. الله يخليك ويرضى على اسمك، لا بقى تتأخر لنصاص الليالي. ماشي يا عمو ماشي، تكرم عينك، ما بقى تأخر. وين مال الشام؟ انا شايفها. ايه اضرب انا عليها كمان، هي التالية كان فاير قلبها وبدها تطمن عليك، بس الظاهر غلب النعاس وفاتت نامي. الله يرضى عليها ويبعث لها ايام حلوة مثلها. يلا يا عمو خليني فوتك على غرفتك تتسطحي وتريحي حالك شوي، حيأذن الفجر. يلا الو، اعطيني النقيب فخري. شو في مستجدات يا نقيب فخري؟ ما بيهمني الدوريات الكتيره والنفير العام، كل اللي بيهمني انه نمسكهم باقصى سرعه. الليله بدي اعرف ولو طرف خيط عن الموضوع. الموضوع كتير خطير وما بيتحمل تاجيل، وكل ما اجلنا كل ما صار اصعب اكثر. ناطر تليفونك. عمي
عن الشام؟ عمي حمزة مش أحمق لحمه عمي، مش أحمق لحمه. شو اللي منيمك على الشباك؟ كان صاير علقة وتخطخة بالحارة، خفنا يكون صاير معك شي. شحني يدهمك عمي، ما فيني شي. يعني أنت ما لك دخل باللي كان صاير؟ لا لا عمي لا، أساسا أنا الليلة كنت برات الحارة، كان عندي شوية شغل قضيته ورجعت. أكيد معلوم عمي معلوم. بعدين الطخطخة شغالة بالحارة بين الفرنساوي والأهالي، يعني حالكم تعودوا على الديباجة أنت وستك، ما في داعي تفوروا قلوبكم كل ليلة. ما بدنا نتعود وما عاد تتركنا لحالنا. عمي والله أنا وستي أم العباس كتير عم نخاف عليك. عمي أنا قريبة عليكم، قرب بياض العين لسوادة. قريبة علينا؟ قريبة علينا وعم تغطوا ما عم نقدر نعرف وينها؟ عمي البيوت خلقت للحريم، والساحات من يوم يوم خلقت للرجال. ولا بدك ياني انت وستك قعد بالبيت عطال بطال لا شغله ولا عمله؟ ما اختلفنا عمي ما اختلفنا، بس ما عاد تتركنا لحالنا، كثير عم يغلق قلبنا. لا تخافوا عمي لا تخافوا، الله الحامي. الله يديمك فوق راسنا وما يحرمنا منك يا رب. قبل ما انسى، شو صار معك بالحكيمه اللي قلت لي عليه مشانتيتي؟ على بنا ببحر الشهر الجاي يجي، واملي بالله كبير انه ستك تشفى على ايدينا الحكيم. يا ريت يا عمي يا ريت، مسكينه كثير محروق قلبها على حالها. وانا قلبي محروق، بس انت بتعرفي انه من وقت اصابها المصاب ما تركنا باب حكيم يعتب علينا. بعرف لكن ما بعرف. يلا عمي يلا قومي نامي وريحي بدنك، بتكوني تعبانه. ايه بس مو قبل ما تتعشى. لا عمي لا ماني نفس. انا حاطط لك العشاء بايدي، معقول تخجلني؟ لك ما عاشل بده يخجلك، وحمزه ابو العباس عمك. قومي لشوف، قومي حطي لنا العشاء قومي. مو ضروري تحبي أو تكرهي كار الخياطة، لكن كل بنت لازم تتعلم الكار. بس يابي أنا ما لسه ما خلصت كلامي. لا تواخذني يابي تفضل. يرضى عليك يا بنتي، ما كتير بدي أخذ وأعطي بهذا الموضوع. أنا ما في يوم من الأيام جبرتك تعملي شيء، بس كار الخياطة لابد منه حتى يضل بين يديك سلاح. طيب كنا من الأساس ما تعلمنا بالمدارس وختمنا كار الخياطة. شي كل شي شكل لحاله لك بنتي. بعدين مين قال إذا تعلمتوا وكملتوا علمكم لازم توقفوا عند هالشي؟ ما بيصير. أي نعم العلم بيفتح عقل البني آدم وبيعلمه كيف يتصرف بدينه ودنياه، بس كمان ما تنسي يا بنتي إنه الكار ضروري لحاجة الدهر والأيام اللي جاي. صحيح نحن هلأ عائلة منسورة والحمد لله، بس ما بتعرفي يا بنتي الأيام شو مخبيتله للبني آدم. مزبوط أمي كلام أبوكم مزبوط. مريم صالحة، أنا وأمكم مو دايملكم، مشان هيك لازم نأمنكم شيكار. الله يديمكم فوق روسنا وما يحرمنا منكم يا رب. الله يخلينا ياكم يا بي. خلص يا بي، كرمالك وكرمال أمي رح أتعلم كار الخياطة وما عاد زعلكم بنوم من اليوم ورايح. الله يرضى عليكم يا بنتي ويحميكم ويطعمكم أيام حلوة بجاه الحبيب محمد. تقبروا قلبي. تتا بدي قلك شغله بس ما بدي اياكي تزعلي. عمي ماله بالغرفه؟ شو هالحكي؟ شفتي شلون بدك تهزي بدنك؟ اكيد ما بدي اياكي تزعلي الله يوفقك. لك شلون بدك ياني ما هز بدني اذا عمك طلع من البيت بدون ما يسلم ولا يسالنا اذا بدنا شيء ما بدنا شيء؟ ما بكفي امبارح ما رجع على البيت لطلوع الضو؟ طب بركي هون ولا هون؟ يعني وين هون ولا هون؟ عم قلك انا قاعده هون بهالقرنه وما تحركت من طلوع الضو، يعني قبل ما يفيقوا العصافير. ايه معناته اكيد كاين عنده شغل وحامل حاله وطالع قبل ما انت تفيقي. اخ يا تيتي اخ اخ، قلبي المؤمن دليله يا تيتي. وين قلبي حاسسني وعم يقول لي انه عمك عم يحركش من ورا ظهرنا؟ انت طولي لي بالك، لا تضايقي حالك مشان صحتك. ولك شلون بدك يعني ما ازعل اذا ما بعرف انه ابني وحيدي شو عم يعمل من ورا ظهري؟ قولي لي شلون؟ انت المتعلمه قولي لي تيتي مشان الله قولي لي شو اعمل؟ Thank you.
الولد. شو قصة؟ أنا بعيونهم شلون حاطين دابن ودابن هالولد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعنة الله عليهم. بعدين ما حصير إيه؟ الله يحميه مثل الزيبة ما شاء الله. إي والله إذا بيصل راسه للسما ما راح يحس إنه مسكون. شم بضاي. يلا يا جماعة كل مين على شغله. طلعتي بالبساتين لحتى خفت حركة الفرنساوية، بعدين رجعت على بيتي نطلطهم فوق الأسطيح. ري عليك ولدك رح تمره هالشغلة على خير؟ والله ما بظني يا طلال. العمل السيرة والعمل. أنا بقول ناخد الحيطة والحجر هاليومين نشوش بدون يساوي هالطلالية. يعني ما نكف مغياب عن الحارة؟ خلينا نكن اليوم نشوش بدون يساوي ومبادة منقرر. هي اللي بتشوفه بالعباس. شو بدي لك؟ مور بتمرون عند الشباب بتخليهم ياخدوا حذرهم مظبوط، وبس تخلص بتجي لعندي على الفرن المساء وبنحكي عرواق. صار ابو العباس الله معك. فخامة الحاكم العسكري ببلغكم تحياته وبيأكد لكم انه ما رح يقبل باقل من الامساك بالفاعلين، وانا شخصيا بضم صوتي لصوته، ولو ما حصل هذا الشيء انا رح اهدم الشام فوق اهله. لازم يعرفوا أهالي الشام من كبيرة لصغيرة أنه الاعتداء على فخامة الحاكم العسكري هو اعتداء على فرنسا. لذلك عندكم كل الصلاحيات اللي بتشوفوها مناسبة للإمساك بالفاعلين. نحن بنوعدك سيدي إن شاء الله ما رح نقصر، رح نبذل قصارى جهدنا سيدي. رح يكونوا عند حسن ظنك سيدي. وأكيد الجميع سيدي حريصين على سلامة فخامته وعلى هيبة فرنسا. وسيدي بالمناسبة في مكافأة مادية ومعنوية لأي شخص بيقدم أي معلومة، وبنفس الوقت ما رح نتساهل أبداً مع أي حدا بيتستر بطريقة أو بأخرى. أنا سمعت عن تسيب سياسة الأمن الماضية، بس هلأ بدي أكون تفهموا كتير منيح. هلأ عهد جديد وأساليب جديدة. مع السلامة. عفواً سيدي لو سمحت لي، في كلمتين حاب لك ياهم، بس ما حبيت افصى عنه قدام زملائي رؤساء المخافر. سيدي قول يا خدامك راجي سيدي رئيس مخفر الإمارية. قول. أثناء تجوال دورياتنا سيدي بالإمارية لضبط الأمن والأمان حسوا دورياتنا في تحرك مشبوه لشخصين سيدي. ومسكتوهم؟ للأسف يا سيدي هربوا بآخر لحظة. متذكر بأي ساعة صار الحكي؟ يعني سيدي بدك تقول حوالي تنتين ونص بعد نص الليل، يعني بعد الحادثة. بالضبط سيدي. طيب برأيك وين ممكن يكونوا هربوا؟ شو هربوا سيدي ما هربوا، أعوذ بالله أنا متأكد بعلوم بالإمارية سيدي. اسمع يا رجل، رح نفوت هلأ على فخامة الحاكم العسكري وبدك تأكد له أنه الفاعلين من حي الإمارية. خدامك سيدي أنا بإيدك هي لإيدك هي. تفضل. شكرا سيدي. Que ce mec, le saccageur, vient de quartier des mariés. S'il vous plaît, Saïdi, il est tachkouma arabi lano. Je parle français, Saïdi, l'as. هذا الساكاجور المخرب جاي من حي إماريه. طبعا سيدي متأكد 100% وأنا سبق وقلت لحضرتكم سيدي هدول الناس عندهم سوابق بالتمرد والعصيان والتخريب وشغلات كثيرة سيدي. كولونيل quel est votre avis? C'est à vous de décider, monsieur. Je veux une réponse claire et nette, monsieur. Monsieur, إذا حسيت بصدق كلام راجي أفندي، فشو عم ننتظر؟ أنا بدي رد سريع. مسيو، بنطلب من زعماء الحي تسليم المجرمين فورا. Et s'il refuse de le donner? إذا صار هالشي، مسيو، اتركني أتصرف بطريقتي الخاصة. كولونيل معك كل الصلاحيات، تحسين تنفذ. ميرسي مسيو.
عن لحظة وصولك لحي الإمارية تطلب من المعنيين تسليم المجرمين خلال 24 ساعة. بس عفوا سيدي، يعني بلكي ما تعاونوا معنا. بس خبرني. حاضر. بتأكد لهم أن الجهات المخابراتية الفرنسية تأكدت أنه الفاعلين من حي الإمارية. مع السلامة. أي خدمة تاني سيدي؟ نو. سلام. لك يا رجال يا رجال، هي مو أول طوشة بتصير بالحارة، شو بنا هدوا شوي. ما اختلفنا على هالكلام يا أبو قاسم، بس شغلة امبارح غير شكل يا أخي. مزبوط، دوريات فرنساوية فاتت طالعة بالحارة يا أخي. الشغلة يا جماعة أكبر من قصة طوشة أو علقة، شو بنا؟ لك شو هالحكي هاد؟ لك نشوف. إيه ما بقول غير الله يجيب العوائب سليمة. يا بي خلونا نلتفت كل واحد منا لشغله أحسن ما نكون بشي ونصير بشي تاني. مزبوط، لأنه باينتو الفرنساوي مو مصلي على النبي منوب. لا والله مو مصلي عني. ليش لك الفرنساوي امتى كان يحب الخير لهالبلد؟ السلام عليكم. وعليكم مرحبا يا وضاي، شلونكم؟ الله يعطيكم العافيه. عليكم سليم برجال، طمنونا عنكم، كيف الشغل؟ والله ناشفه يا وضاي، ناشفه منوب. بين الله عميك ونعم بالله، شفناكم بخير. بالسلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بقول غير الله يرحم الغوالي. الله يسلمك عمي، تعيش بالرحام. عليم سمعت الطخطخة اللي حصل يعني الليلة اللي مضيت؟ ايه سمعت لك. عم سمعت. وين عرفت شو القصة معلم؟ صغيرة عمي، من يوم يومها بتعلق بين الفرنساوي واهالي الحارة. بس طوشة امبارح يعني على غير العادة، وما فكيت اطلع الضوء. قلنا لكم صغيرة، بيكون شي حدا علقان مع الفرنساوي واجا احتمى عنا هون بالحارة. بس يا معلم من بعد الحادثة ولهلا وعسكر الفرنساوي معشعش بالحارة مثل الدبابيك. والخلايق ضايجين، عم بيقولوا انه القصة هالمرة كتير كبيرة. ايوه الخلايق ضايجين والقصة كبيرة. صبوحي شو عرفها؟ انت شو دخلك؟ انا شو دخلني؟ خلصنا بقى انت وياه. شو بتكون انتوا بالقصص؟ كل واحد فيكم يلتفت لشغله. يلا قوام. امرك عمي. امرك معلم. ناكتي ما انت منين جبت هالحكي يا ابو طالب؟ الليله الفايته ماجد افندي خبرني بالروايه. ايوه يا سيدي، مو قليل بنوب بنوب محاوله خطف الحاكم العسكري شخصيا يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم سليم. مين ماجد افندي؟ ابن الحلال عند ذكره بيبان. شرف عمي. اهلين ماجد افندي. شو خبرنا؟ شو في مستجدات؟ هاي رجعت من الحاكميه الفرنسيه. الوضع ما بيطمن بنوب يا اخوان. يا لطيف، اعطينا من الاخر. أعطينا من الآخر يرحم والديك. الجماعة ما رح يسكتوا على الإهانة أبداً، وبدهم الفاعلين لو هدوا الشافوا سكانة. يا ساتر. يا لطيف يا لطيف، تلطف يا رب. ومو بعيد يدهموا البيوت والحوانيت والدكاكين وينبشوا القبور كمان. لا والألعن من هيك أنه هذا الكولونيل الجديد اللي مستلم الأمن حاطط الشر بين عيونه ومو مسمي بالرحمن أبداً. كمان حسب الله ونعم الوكيل. وزاد في الطنبور نغما. هلا اهم شيء تخبروا الرجال يطلعوا من الحاره، واذا في سلاح خلي ياخذوه معهم كمان. من الناحيه لا تاكلوا هم، انا راح اتصرف. معناته انا خبرتكم وطمنت عليكم. بالاذن انا صار لازم اروح على المخفر لانه ما بنعرف شو بصير. الله يكثر من امثالك عمي. الله معك عمي. الله يعطيك العافيه يا ماجد افندي. ليه ماجد افندي؟ ابو عدنان اسمع شيخنا. السلام معلم. تكرم عينك عمي. كله بده ترباي وراي يا ابني. شو جاي يسوي هذا الواطي بالحارة؟ الله يستر. يلا صبوحي يلا. شدوا ايدكم يا زلم. حضرتك ابو ضاي. كيف معلم؟ شلون هيك من عندنا من الحارة؟ ايه سيد راسي من عندكم من الحارة. قول غير الحكي برضاي عليك يا راجي افندي، قول غير الحكي. يا شيخي مو انا اللي عمول الحكي، لو انا كنت عمول الحكي كانت بلعت السيرة، اللي عمول الحكي هو السلطات العليا الفرنسية يا سيدي. مو معقولة. انا ما بصدق ما بصدق. يا شيخي هن مو ناطرينك تصدقونا وتكذبون، هن بدهم اياكم تسلموا الفاعلين. سلمهم الفاعلين؟ شو عم تحكي يا رجل؟ ليش نحن بنعرفهم لحتى نسلمهم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة لازم تتعاونوا وتنبشوا الفاعلين من تحت الأرض لحتى ترفعوا البلاء عنكم وعلى الحارة. لك يا رجل
شلون بدنا نمسك الفاعلين ونحن ما بنعرفهم مين؟ اساسا اثنيناتنا هلا عرفنا منك اساس الروايه. طيب بس اذا كانوا من عنا من الحاره من حقه حقيقي شو بنا؟ يا اخي الجماعه عندهم معلومات انه الفاعلين من عندكم الحاره، فهموها بقى يا سيدنا، فهموها. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كنت هيك عم تحكي واثق من كلامك، هات لشوف شو اسمائهم للفاعلين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخي لو هن عارفين اسماء الفاعلين ما كانوا استنوك لسلمون، فبوا يا سيدنا كانوا هن اجوا اخذوهم لحالهم. لكان شلون عرفوا انه الجماعه من عنا من الحاره؟ اخي المعلومات اللي عندهم بتقول الفاعلين قطع بت من الحاره، ولو ما تدخلت انا وترجيتهم وبوست ايديهم واجريهم كانوا بدهم يذهبوا الحاره من دون سابق انذار. ها ايوه، لذلك الجماعة قالوا لي معكم 24 ساعة، سلمتوا الفاعلين كان بها، ما سلمتوهم اللهم أشهد إني بلغت، اللهم أشهد إني بلغت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو قلتك يا أبو عزيز؟ ما بعرف شو بدي لك، تربطت إيدي يا شيخنا. هلأ فك لي إيديك وفكر شو بدنا نساوي شو بدنا نعمل، لأنه الموضوع ما في لعبة منوب يا أبو عزيز. اسمع شيخنا، شو رأيك ندعو الليلة لاجتماع على كل كبارية الحارة ووجهاء ونقعد مع بعض ونشوف شو رأيهم ونحكي؟ إيه على بركة الله. العجين عويس بده خمير عمي. يلا شباب شوفوا ايدكم يا رجال. معك بضاي. امرك معلم. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. وين كل هلا؟ رفعت افندي هو اللي اخذنا عمي لان كان مرات الحانة. المهم جبتوا الحساب. شرف عمي شرف. ايوه سمعت لك سمع بالسوق انه الفرنساوي عرفوا اللي حاول يخطوه في الحاكم العسكري. منين طلع؟ من الاماريه عمي. اماريه والمساء. الحمد لله. بس الفرنساوي مهددين اهالي الحاره، اذا ما بيسلمون الفاعل رح يهدوا الحاره ب 24 ساعه. وعرفوا ليش كان بده يخطفوا للحاكم العسكري؟ والله يا عمي شي عم يقولوا انتقاما لابوه، شي لاخوه، شي لتحرير الاسرى، الله اعلم. لك الله محيي البطن اللي حمله وشغله بترفع الراس. قول عند المختار والشيخ عمر خليجه لعندي. ابا لك شو طينه هالقبضاي اللي منشن على الراس الكبير؟ الله محيي اصله. العمى وشلون دري اولاد الحرام انه اللي عملوا هالعمله من عنا من الحاره عمي؟ هلا على قول راجي افندي انه عندهم معلومات بتقول انه الفاعلين من عنا من الحاره. ايوه وشو الدليل؟ ما لي دليل. انت عندك علم بهيك موضوع يا ابني يا حمزه؟ اه لا لا عمي انا منين بدي ادراه؟ هلا بسمع بالروايه منكم. طيب ممكن يكون نفر من رجالك عملوا هالعملة بدون علمك؟ أعوذ بالله عمي، أعوذ بالله شو هالحكي؟ أنا ما حدا من زلمي بيتصرف شيء من دون شوري. طيب مين ممكن يتجرأ ويخطف الحاكم العسكري من عنا من الحارة؟ مين يا جماعة مين؟ عمي أنا عم أقول إنه اللي مزبط هالرواية كلياتها هذا الواطي راجي، لا أهم ناس بيصفي حساباته مع أهل الحارة. طيب ليش لا يعملها بهذا الوقت بالذات ليش؟ قال لحاله بيحطها بأهل الحارة وبيصفي حساباته معنا، هو من يوم يومه ناوي لنا الشر. معقول راجي افندي يعمل عملة يجر علينا الخراب وعلى الحارة؟ بيعملها عمي، بيعملها، ليش ما يعملها؟ ما بتعرفه لراجي وبتعرف عمايله العاطلة؟ طيب يا جماعة، ايمونا من هذا الحكي. خلونا هلا نفكر شلون نجتمع مع كبارية وجهاء الحارة ونفكر معهم شلون نرفع عنا هالبلية، ترى إذا صارت بتاخذ الصالح مع الطالحة. عاد حكينا ونبهنا على الشباب بالحارة يركنوا ويهدوا هالمدة هي، ما بعرف شو صار، ما بعرف شو جرى يا جماعة. يا شيخنا اللي صار صار وما عاد ينفع الندم، خلاص نفد مقدر.
يلا عمي بالاذن. وين؟ عندي مشوار صغير عمي بقضيه برجع لك. ماشي اسمع لك عمي، نحن المسويات رح نعمل اجتماع، رح ندعي كبارية الحارة ووجهاء ونقعد كلياتنا نناقش الموضوع ونفكر شلون بدنا نطلع من هالبلية. خير عمي خير خير. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. اسمع شيخنا. نعم. شو رايك من هلا نروح وندور على كبارية الحارة؟ لكان نصلي الظهر وبعدين نتيسر. يا كريم تفضل. على بركة الله. يا الله. مين؟ افتح انا افتح. علي ابو العباس فوت. مصيبة يا طلال. مصيبة. خير شو في؟ الفرنساوية عرفانين مين ورا محاولة خطف الحاكم العسكري. يا محمد على السيرة. هلا كنت عند المختار ابو عزيز وهذا الخسيس راجي جايب تهديد لكل اهل الحارة، إذا ما بنسلم الفاعلين خلال 24 ساعة راح يهدوا الحارة على روسنا. ايه. شو ايه؟ الشيخ عبد الرحمن سألني قدام عمك ابو عزيز إذا أنا أو رجالي بنعرف شي عن الرواية، وأنا كذبت. هي أول مرة يا طلال أنا بكذب. لا تكبرها ابن عباس، لا تكبرها. لك شو لا تكبرها؟ لك شو لا تكبرها؟ الحارة مهددة تنهد فوق راس صغيرة قبل كبيرة. استعجلنا استعجلنا يا طلال، كان لازم نسمع شور كبارية الحارة قبل ما نتصرف. لا استعجلنا ولا شيء. شو كل يوم نحن بنقدر نعرف إمتى الحاكم العسكري بيفوت وإمتى بيطلع؟ يا باطل يا باطل على السيرة. هلا واحد الله أبو العباس فوت لنكمل حديثنا جوا. لا إله إلا الله. يلا يلا خذوا طريق. شريف يلا يلا. إلا أمر الله انحبس وانحبس ماشي الحال، بس إني ما أشوفه ولا زوره ولا أطمن عليه وأعرف الأرضي. والله الله ما قال يا جماعة. الله يفرج عليك يا أم حسن. الله يفرج. والله يا أم عباس خايفي الله يأخذ أمانته وما أقدر أشوف الصبح. يو شو هالحكي اللي عم تحكي لك أختي؟ إن شاء الله بيطلع وبتجوزي وبتفرحي فيه وبتشوفي أولاد أولاده كمان. إن شاء الله. الله يسمع منك. يلا يلا. مسحي دموعي خالتي أم حسين، مسحي دموعك وتوضبي لتخبي لأم حسين. إيه هيك ها؟ شد لي عزيمة خالتي أم حسين بهالحكي اللي مثل العصر. وحياة رحمة عباس وأبو العباس تحت تراب ماني نسيانه، وما بيعدالي بال لحتى محسن يشوف الشمس. لك روح الله يجور بخاطرك يا أبلي مثل ما عم تجبر بخاطري. ولو يا خالتي نحن كلياتنا أولادك بغياب محسن. ها والله وأعز. شو صار بالقطايف يا مالي شام؟ جهزوا يا نور عيوني تكة وبكونوا جاهزين. يلا بس لنقل لي ونحط لهم القطر. يلا الله يرضى عليكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. مسيك بالخير يا بيب. والآية عمي من بعد إذنك يعني ممكن تدلنا على بيت المختار أبو عزيز؟ خير عمي شو القصة؟ عاوزينه منشان موضوع ضروري جدا. عمي المختار أبو عزيز وكبارية الحارة مجتمعين في بيت حمزة الجابري. حمزة الجابري وين بيطلعين؟ شرفوا لدكم عليه. تفضل. شرف عمي شرف. مساك يا سيدي. بونسوار غيم عماد. رح جهز لك العشاء. بس بسرعة لأنه أنا راجع فورا. كاميليا وين؟ بغرفتها. كاميليا كاميليا. بونسوار. بونسوار شغي. vas-y dépêche-toi. raconte-moi tes nouvelles. depuis ton départ, je n'en sais rien. rassure-toi. nous avons saisi le bout de fil. je sais bien ce que tu dis. mais comment? explique-toi. Si les choses marchent comme je le souhaite, demain sera un grand virage dans ma carrière. Je l'espère bien, France. Tu es le meilleur qui a travaillé dans ce domaine. Et tu mérites toute appréciation, n'est-ce pas? Bien sûr. والليلة رح دوّركن الشلباطة وبإذن الله رح تاكلوا أصابيعكن وراه. والشلباطة يا سيدي هي الكريم. شافتني الخانو كيف قطعته وغسلته وقليته وطبخته. دوقوا وادعوا لي. وهي الاكله ما حدا بيعرف يعملها غير اهلنا هون بالشام.
Allons-y. يا ميت اهلين وسهلين بكبير الانوات. اهلين وسهلين عمي. مسيكم بخير عمي. يا الخير عم يا ميت. اهلين وسهلين. اهلين شيخنا. اهلين يا ابني. يا ميت اهلين وسهلين. شرفوا شرفوا تفضلوا عمي. شرف. يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ميت اهلين وسهلين. الله 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 الله. شرفوا اهلين وسهلين. أكيد هلأ إخواننا عم يسألوا عن سبب جايتنا بدون سابق موعد. بيتكم ومطرحكم عمي. شرفتوا شرفتوا. بارك الله بك يا ولدي. بارك الله بك. من آخره يا جماعة وبلا طولة سيرة، أنا وإخواني لما سمعنا بالمشكلة اللي حصل معكم قلنا نجي ونشوف شو ممكن نقدم كمساعدة. بارك الله فيكم وعليم الله شرفتوا وأنستوا. على الرحب والسعة. اهلا وسهلا فيكم وكثر الله خيركم. عليم الله جيدكم تتقل بالذهب يا جماعه. لا يا شيخ عبد الرحمن، هذا واجبنا. حيوا كباريه الانوات اهل النخوه والحميه. الحقيقه يا جماعه يعني نحن حبينا نقعد مع الوجوه النيره اللي مشان نشوف شلون بدنا نخلص من هالمشكله اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. تفرج تفرج ابو عزيز. ان شاء الله ان شاء الله تفرج. يعني شو راح يصير؟ بدهم يفوتوا على الحاره يفوتوا. نحن جاهزين. اي والله والله لناكلهم بلا ملح. لك طول بالك يا نعيم طول بالك. لصة كبيرة كبيرة كتير وما فيها مرجلة. لك فيها موت او حياة. بعدين شبنا يا شباب نسيانين انه الحارة فيها حريم، فيها اولاد صغار، فيها رجال ختايرية، يعني فيها عرض وشرف كل واحد فينا. وفوتت الفرنساوي على الحارة مو لعبة بنوب، والله العظيم مو لعبة. مزبوط ولا لا يا مروان؟ عمي يا عمي حكي عبيد مزبوط. وحياة عيونكم يا شباب لحتى نعلمهم درس بحياتهم ما ينسوه. وراح ياكلوا قتل حشك ولبك. ويا بروحنا يا بروحهم. لك احنا اصحاب حق. لك عمي الله يجيب العواقب سليمة احسن شيء. امين يا رب العالمين. يلا شباب يلا كل واحد لمكانه، ما بدنا عيوننا تغفل. ها الله يرضى عليكم. ولا يهمك عمي عبيد، انا والشباب عيوننا 10 على 10، لا تاكل هم. واي حدا بحس بشي او بشك بشي على الحارك بيعمل مثل ما اتفقنا يا رجال. كلياتنا عندها الله يحن عليكم، ما بدنا يصير شيء مو حاسبين حسابه لا سمح الله. صار عم يا بيت صار. يلا يا شباب يلا قولوا الله. يلا يا بلاحة بيارك بيض والمآدن هللت وعيون وغيوم السماء الحبال الدمع وعيون يا 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 يا. هانت يا روح الروح هانت. كلها كم يوم نصير أنا وياك تحت سقف واحد. لك يلا عمي هيك رجعت من ايدي لجبلك الثاني. خفي لي ايدك شوي عمي المعزيم زادوا. ميت اهلا وسهلا. بيت الضيق بساعة الف الضيق. دخيله الفهيم انا. عمي شو سبب الجمعه اللي صايره عنا؟ عمي صاير مشكله بالحاره والكباريه ارتقوا يجتمعوا ليلاقوا لها حله. شو المشكله؟ لك عمي بعدين نحكي هلا مو وقت الاخذ والعطاء. يلا طيب مين هدول المهيوبين اللي فاتوا اخر شيء؟ لك عمي هدول كباريه حاره الانوات سمعوا بالمشكله وجايين يفوتوا فيها محضر خير. ايوه لك روح من وشي وشي. يعلم الله يا جماعة لما سمعت بالنبأ غمرني السرور وحسيت راسي وصل للسماء. يعني شغلة مو معقولة بنوب نفر من رجالنا يحاولوا خطيفة